النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: أفضل فرة، يعني أعظم الكذب، أفضل فرة أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. ولذا قال الطبري رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال: لماذا الكذب في الرؤى أشد في الإثم من الكذب في اليقظة؟ مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أعظم مفسدة، فإن الكذب في اليقظة قد يودي بزهق نفوس، كأن يشهد شاهدان كاذبان على أن هذا الرجل قد قتل فلانا فتزهق روحه ظلما وعدوانا. فإن المفسدة في الكذب في اليقظة أعظم مما في المنام، ولكن لماذا كان الكذب في المنام أشد إثما؟ قال رحمه الله: لأنه كذب على الله جل وعلا. أما في يقظته فإنه كذب على الخلق، أما في منامه فقد كذب على الله جل وعلا أنه أراه ولم يره. ولذا قال الله عز وجل: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وذلك لأن الرؤى كما سلف معنا في الأحاديث أنها جزء من النبوة، فإنه حينما يكذب سيتطاول على هذه النبوة التي هي جزء من علم الغيب.